بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته ورأفته وبركته من الآن وللأبد آمين. سعيد أن أنا ألتقي بكم النهاردة بالذات في أول يوم من أيام الصوم المقدس، الصوم الكبير. والحقيقة في أسئلة كتيرة بتدور حوالين الصوم، زي مثلا حد يسأل يقول ليه إحنا بنصوم والمسيح صام عنا؟ حتى عندنا مديحة في الصيام الكبير، طول الصيام نقعد نقول إيه؟ إن يسوع المسيح صام عنا 40 يوماً و40. طب ما هو صام عنا، طب ما كفاية إحنا نتعب نفسنا ونصوم ليه؟ وبعدين إحنا كناس روحيين يعني ليه نشغل نفسنا بالأكل والشرب وناكل إيه وما ناكلش إيه؟ وإمتى ناكل؟ أمور جسدية كلها ملهاش لازمة. وبعدين إيه لازمة إن إحنا كلنا نصوم في نفس الوقت؟ يعني ما كل واحد يصوم براحته في الوقت اللي هو يحدده، يعني حسب احتياجه يعني. وبعدين الكنيسة قصدها إيه بالظبط، أو الكتاب المقدس قصده إيه بموضوع الصيام؟ ده موضوع بحثنا النهاردة اللي قد يطول بعض الوقت عشان ندرس الكتاب المقدس علمنا إيه عن موضوع الصوم. أول حاجة نذكرها في هذا الحديث أحبائي هو أن الصوم كان يعتبر أول وصية في الكتاب المقدس، كانت أول وصية مرتبطة بموضوع الصوم. كانت وصية سهلة، ربنا وصى آدم، نقرأ النص بتاع الكتاب المقدس من سفر التكوين. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. اللي حصل إن آدم ما نجحش في الاختبار ده، في الوصية دي اللي ربنا ادهاله، ما كسر الوصية، وجات فكرة الأكل إن هو كان من الشجرة اللي ربنا أوصى إن هو يصوم عنها، وبكده ابتدت قصة الفساد اللي دخلت للطبيعة البشرية. ومش مسألة بس إن هو يعني مجرد كل من الشجرة، لا، ده الأكل ده حمل معاه معاني كثيرة جدا. زي إيه؟ زي العصيان، زي التأله. يعني هو لما كل كان يقصد إن هو يبقى زي الله، يعرف الخير والشر، عايز يبقى زي ربنا. وكمان تصديق الحية، يعني هو لما الحية راحت أغوتهم صدقوها، ما صدقوش ربنا لكن صدقوا كلامها. زائد كمان إنهم لم يهتموا إنهم يخضعوا لله وكسروا الطاعة في هذه الأكلة. فما كانتش مجرد أكلة، ولكن كان تحمل في طيتها مجموعة من الأخطاء سقطوا فيها. فالصوم هو كان أول وصية. ولو نلاحظ الملاحظة الثانية، إن الإنسان كان لحد أيام نوح، شوفوا لحد أيام نوح، نلاحظ إنه كله لم يكن يأكل لحوماً بل كان نبتياً. الأكل الطبيعي اللي كان بيتغذى عليه الإنسان هو الأكل النباتي الطبيعي، الأكل الخضار من منتجات الأشجار. لأن ده واضح، لأن بعد الطوفان ابتدى ربنا يسمح للإنسان إنه هو يأكل من الحيوانات. وده واضح ضمنا أيضا أن قبل كده كان ربنا محدد له أنه هو يأكل أكل نباتي فقط. وده خلى بعض المفسرين بالمناسبة يعني أن هم لما يقروا أعمار الناس قبل الطوفان، اللي كان يعيش بـ900 سنة واللي كان يعيش 800 سنة و700 سنة وصوت كده، يقول إن ده سبب الحياة الطويلة اللي كانوا بيعيشوها إنهم كانوا نباتيين. ثالث ملاحظة نبتدي بيها هي إن الأكل والشرب في العهد القديم ارتبطت الوثنية فيه بالأكل بشراهة، وكانوا يأكلوا اللحوم بدمها، وكان يرتبط بها الشرب والسكر وتجاوزات كتيرة جدا في عمليات الأكل والشرب. ومعها كان بيأتي بقى الإباحية والشر والزنا والوثنية بكل أبشع أشكالها اللي ظهرت بها في العهد القديم. حتى إن لما ربنا جه يعاتب الشعب الله اليهود يعني، فيقول إيه؟
يقول لهم لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. وطبعا مقصود باللعب هنا إيه؟ مقصود به هو الرأس والزنا والأفعال القبيحة الإباحية. يعني كان الأكل والشرب كان مقدمة للخطايا اللي بعد كده. وطبعا واضح أن الأكل والشراهة في الأكل والاستغراق في الأكل والشرب ده حاجة تتعارض مع الروحانية. وطبعا الأكل في حد ذاته ما هوش خطية، ما هوش غلط، يعني لأن ربنا خلقنا بناكل. لو ربنا ما كانش عايزنا ناكل كان ممكن يخلقنا بطريقة أخرى ما نحتاجش للأكل. لكن المشكلة إن الأكل تحول إلى هدف في حياة الإنسان. شوفوا إزاي؟ يعني زي الحيوان، يعني الحيوان عايش عشان يأكل، واخدين بالكم؟ لكن الإنسان عايش من أجل رسالة، من أجل هدف مقدس، من أجل هدف معين ربنا خلقه من أجله. الملاحظة اللي بعد كده إن لو تتبعنا سير الآباء في الكتاب المقدس نجد الآتي. شوفوا من أول أيام موسى النبي، شوفوا موسى اللي هو استلم الشريعة من الله، موسى هو اللي نقل الشريعة لشعب الله، يأمر الله بالصوم. ولو عايزين نعرف إرادة ربنا في حياتنا كبشر تعالوا بينا نرجع للعهد القديم نشوف إرادة ربنا فين. فلما ربنا أعطى الشريعة لموسى أمر بالصوم، فإرادة ربنا للإنسان أن هو يصوم، مشيئته واضحة جدا. يعني لو ربنا ما كانش عايزنا نصوم، أو يعني الصوم ده ملوش لازمة أو ملوش أهمية أو ما ملوش فايدة أو بنعذب، لا، كان ربنا قال طب وليه نعذبهم؟ طب ما أنا هاجي في آخر الأيام وهفدي الإنسان وهصوم عنه، مفيش داعي أعكنن عليه وأخليه يصوم. كان حصل كده، لكن ما حصلش كده. ففكرة الصوم موجودة من بداية الشريعة، من أيام موسى، من ساعة ما ربنا أعطى الشريعة لموسى. عايز أقول لكم كمان حتى قبل الشريعة وقبل الشعوب البدائية كان عندها الصوم. إحنا لسه طالعين من صوم نينوى الأسبوعين اللي فاتوا، وكان لما صارت منادات يونان في أهل نينوى أنه بعد 40 يوما تنقلب المدينة، لما صارت هذه المناداة دي أقول لكم كانت بمثابة إيه؟ بمثابة حكم إعدام، مش كده ولا إيه؟ فلما صارت هذه المناداة حصل إيه؟ حصل إن الشعب كله صام. طب جابوا الكلام ده منين؟ لا كان عندهم شريعة ولا كان عندهم ناموس ولا كانوا بيعرفوا ربنا ولا حاجة خالص. فحتى الشعوب البدائية في الزمان كانت تعرف الصوم. بل أقول لكم أن فكرة الصوم ما كانتش جديدة أبداً، لكن كانت فكرة مذكورة، وكان الانقطاع عن اللحوم، وكان مصرح لهم بأكل النباتات والحياة النباتية. ولكن في العهد القديم ذكر عن أناس كانوا صوامين بطبعهم. شوفوا إزاي، واحد زي إيليا النبي، إيليا رجل الله، إيليا ده كان جبار، كان ناسك وكان زاهد وكان صائم، وذكر عنه أنه صام إيه؟ 40 يوما، هو ومين تاني؟ وموسى، هما الاثنين اللي ذكروا في العهد القديم صاموا 40 يوم. طبعا لا إيليا ولا موسى يقدروا يصوموا ينقطعوا عن الأكل 40 يوم، ولكن بقوة الله بمعونة الله ليهم قدروا على هذه الرسالة النبوية الجليلة أنهم ينقطعوا عن الطعام 40 يوما. بعد كده بنذكر في العهد القديم أشعياء النبي اتكلم كلام جميل جدا عن الصوم المقبول. إيه هو الصوم اللي ربنا يقبله؟ قال كلام جميل قوي في الإصحاح 58. فبيسأل ربنا بيقول له يعني إحنا بنصوم وانت مش بتقبل، فبيقول له ايه ربنا بيتكلم بلسان ربنا اشعياء، بيقول ان كنتم بتصوموا وانا يعني مش، يقول امثل هذا يكون صوما اختاره؟
يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحمي كالأسلى رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. الأسلى اللي هي اللي هي يعني تبقى محنية كده، واخدين بالكم؟ هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره حل؟ شوف بقى اللي ربنا عايز، الصوم اللي ربنا عايزه هو إيه؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزا وتدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك. يعني ربنا عايز يقول لهم أنتوا بتصوموا لكن مش قادرين تحبوا بعض، مش قادرين تتعاونوا مع بعض، بتكرهوا بعض وتظلموا الضعيف والغلبان والمسكين، ومشغولين بملذات الدنيا، الملذات الأرضية وهموم الدنيا كلها شداكوا. طيب يبقى ده صوم إن أنا أقبله؟ واحد يذلل نفسه بطريقة شكلية، يحني رأسه كده زي الأسلة، يعني يبقى ماشي كده معوج ويبدو للناس إن هو متذلل ومنحني ومنكسر وصائم، لكن هو من جواه من قلبه ما فيش محبة ولا في رحمة. هنا بقى ربنا يحدد نوع الصوم اللي هو بيقبله. طب إيه يا رب الصوم اللي أنت بتقبله؟ حاجتين أشار إليهم. الحاجة الأولانية إن الإنسان يقطع علاقته بالخطية، كده يقول حل قيود الشر، مربوط بعادة وحشة تقطعها، مربوط بسيرة ردية تجيب رجلك منها، ماشي في حاجة غلط تبعد عنها، تكسر علاقتك بالخطية. الحاجة التانية الرحمة، الرحمة تكسر للجائع خبزك، تقدم أعمال الرحمة. هنا في وضوح كامل ربنا بيحدد إيه هو نوع الصوم اللي هو بيختاره، واللي الناس ما كانتش قادرة إن هي تقدمه لربنا كما هو يطلبه. يتغنوا أنهم بيصوموا ولكن بطريقة حرفية ليس فيها محبة للعبادة ولا للمد ولا 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 رحمة ولا عمل الخير للآخرين. نتنقل بعد كده بقى للعهد الجديد، وفي بداية العهد الجديد كانت في صورة مشرقة لخادم أمين للرب هو القديس يوحنا المعمدان، شخصية جميلة، صوت صارخ في البرية، قال كده كان يأكل إيه؟ جرادا وإيه؟ وعسلا، أكله بسيط. والمسيح اتكلم عنه وقال إيه؟ أن يوحنا جاء لا يأكل ولا يشرب، فقالوا أن به شيطان. جاء لابن الإنسان لا يأكل ويشرب، قال هو إذن أكل وشريب الخمر ومحب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها. فهنا السيد المسيح له المجد شهد ليوحنا أن الإنسان كان متعفف وكان أكله بسيط وحياته بسيطة وكان عايش في البرية. السيد المسيح نفسه له المجد لما ابتدى رسالته وهو سنه 30 سنة، صام 40 يوما دون أن يأكل أو يشرب، وهو الإله القادر على كل شيء، لأن دايما في الصوم بتبقى فيه نعمة تسند الإنسان، ودي خبرة يعني كلنا جربناها، إن الإنسان ساعات يبقى ضعيف ومش قادر على الصوم، وأول ما يبتدي يحس كده بنعمة ربنا سندته ورفعته وادته طاقة فوق إمكانياته الضعيفة وقدرته إن هو يحافظ على أيام الصوم. والمسيح له المجد لما صام يا أحبائي كان يؤكد لنا على أهمية الصوم، فهو مثال أعلى لينا نقتدي به في كل أمور حياتنا. وكل إن هو صام عنا مش معناها إن إحنا لا نصوم عن أنفسنا، لأن هو لا يحتاج إلى الصوم، والقدوس
بلا خطيه لا يحتاج الى الصوم، لكن انا الانسان الضعيف انا اللي احتاج للصوم. ولما صام عني مش عشان انا ما صومش، لا، عشان يعلمني ازاي امارس الحياه الروحيه السليمه، ان انا لازم انا كمان من اجل خلاص نفسي وتوبتي ان انا اقدم للرب صوم. وزي ما هو صام، هو صام بكوره، انا ايضا اقتدي به واقدم الصوم. في الموعظة على الجبل بقى اتكلم على الصوم، قال ايه السيد المسيح للمجد؟ قال: ومتى صمتم فلا تكونوا عبثين. متى صمتم مش معناها يعني ممكن ما تصومش، لا، في ناس بتاخدها كده يعني اذا صمت، لا لا، معناها لما تصوم في وقت الصيام، يعني بتكون صائم، متى تكون صائما فلا تكن عابسا كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، حق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. هنا بيكلمنا على الحرفية في ممارسة الصوم، يعني بعض الناس كانوا لما يصوموا يبقى وشه مجفر ومعفر ومش بتاع، ويبقى كده يعني مدي نفسه منظر يعني إن هو الراجل يعني متغير عشان يقول للناس إن هو صايم، يعني كده استوفى أجره، خد أجرة من الناس امتدحته إنه راجل بيحافظ على الصوم. أما أنت فمتى صمت ادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك إيه علانية. تمام. فالمسيح له المجد لم يلغي الصوم، ولكن بيلغي الرياء في الصوم. شوف ازاي، ففكرة الصوم السيد المسيح صام وبارك الفكرة ومارسها قدوة لنا نقتدي به ونصوم كما هو صام من أجلنا. يعني هو هيصوم من أجلي وأنا هجيب مخدة وأنام وأخلص؟ ما ينفعش، لازم أنا كمان أنا أصوم من أجل خلاص نفسي. لازم الصوم يبقى صوم حقيقي وصحيح وفي نوع من الخفاء وفي نوع من العلاقة الشخصية بيننا وبين الله. بعد كده سمعنا إن حصل اعتراض على إن تلامذة المسيح ما كانوش بيصوموا. يقول إيه؟ يقول إن حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ يعني يبدو أن تلاميذ السيد المسيح هم كمان كانوا يهود برضو، بس يبدو أن هم كانوا يهود مش محافظين قوي يعني، فما كانوش بيصوموا، لكن كان تلامذة يوحنا كانوا شداد فكانوا محافظين يعني على الطقس مظبوط ويصوموا. اليهود كان عندهم صيام على فكرة، اليهود عندهم صيام اللي أمر به موسى، ومع المرور عبر التاريخ والأزمان كانت بتدخل صيامات زيادة، وأيام السيد المسيح له المجد كانت كمية الأصوام في الديانة اليهودية حوالي 4 أشهر في السنة. يعني بعض منكم كده يقعد يقول يا ده احنا الأقباط بنصوم مش عارف نص السنة ومش عارف ايه، ويقعد زعلان على نفسه. لا ما تزعلش، ده القصة هي قديمة، ده اليهود كانوا صوامين، كانوا يصوموا ويحافظوا على الصوم. المهم خلينا في الحديث بتاعنا عن تلاميذ السيد المسيح. فسألوا السيد المسيح، وبعدين برضه هنا الإجابة قبل ما أقولها أقول لكم على تعليق بسيط: لو كان المسيح ما يهموش الصيام أو يعني مش عايز نصوم كان يقول طب يا جماعة ما تزعلوش نفسكم، يعني ما ملوش لازمة يعني تتعبوا نفسكم ليه، بس ما قالش كده المسيح له المجد. كان حاجة في العهد القديم وخلص مثلا أو كده، لا، لكن السيد المسيح رد في منتهى العمق والقوة. إزاي بقى؟ قال لهم: هو حد ينفع إن هو يصوم وإحنا عاملين حفلة عرس والعريس موجود؟ ما ينفعش، يعني ناس في فرح في عرس والعريس فرحانين بالعرس وهيصوموا، مش ما تمشيش. فشبه العلاقة بين الإنسان وربنا في الصوم هي علاقة العرس،
ان احنا في عرس، فما لا يليق في العرس ان احنا ننقطع عن الطعام ونصوم، لكن متى رفع العريس ممكن ان احنا نصوم. واخدين بالكم؟ فالمسيح ايضا هنا ما لغاش فكره الصوم، لكن زي ما قلت لكم انه ربطها بحكايه رفع العريس. وحكايه رفع العريس دي بقى بعض الناس اللي يفسروا يقول لك ايه ده، هي دي يمكن قصده على حد الرفاع، فيقول لك الرفاع يعني هنا ايه، لما يرفع العريس هنبتدي نصوم. واخدين بالكم؟ لكن الصوم خد معنى عميق جدا، اعمق مما كان في العهد القديم. حرفيه العهد القديم، العهد القديم كان مجرد امتناع عن بعض الاكلات، يعني كان حاجه زي الثوب القديم او الزقاق القديم اللي ما يحتملش الخمر بتاع العهد الجديد او محبه العهد الجديد. فربنا اراد ان احنا ما نتبعش ما كان متبعا في العهد القديم، لكن ننتظر حتى يرفع العريس وبعدين كده نقدر نصوم. وده اللي حصل، ان الاباء الرسل في سفر الاعمال، لما ندخل بقى على سفر الاعمال دلوقتي نلاقي ان سفر الاعمال امتلأ بالايام اللي كان بيصوم فيها رسل السيد المسيح بعد صعوده، وفعلا تمموا كلام السيد المسيح. وكأن الكنيسة من بعد السيد المسيح دخلت في حالة صوم مستمر، وكأنها مشتاقة أنها تقضي العمر كله صيام، لكن عشان صحة الناس ما تتعبش بتسمح لهم ببعض فترات من الإفطار، إفطار يعني. وكلام السيد المسيح لما قال لنا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما إيه تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ طب الآية دي تنطبق على مش على الصيام بس، تنطبق كمان على الإيه، على الفطار، على العمر كله، على حياة الإنسان كلها. لكن فكرة الصوم إن الإنسان يرتفع عن الجسديات، الأمور الجسدية وكل ما هو أرضي. وكويس ان ليها مواسم، يعني كويس الكنيسه رتبتها لنا في فترات ليها مناسبات، زي مثلا مناسبه عيد الميلاد او مناسبه عيد القيامه او مناسبه صوم الرسل او الست العذراء وهكذا، يعني عشان نفتكر، عشان ما ننساش. الكنيسه لو سابتنا كده يا جماعه اللي منكم يحب يصوم يصوم، مفيش، بص لا محدش هيصوم، كله هيجيب مخدة وينام ومحدش داري، محدش عايز يصوم، ما ينفعش. لكن الكنيسة بتشجعنا ان احنا كجسد واحد، ما هي الكنيسة دي كلها جسد واحد، احنا كلنا كده اللي قاعدين دول، كل دول ده جسد المسيح الواحد، فكلنا زي بعض، لما نصوم كلنا نصوم. انا بصوم عشان الكنيسة كلها صايمة. واخدين بالكم؟ لما حد يسألك انت صايم قول له اه انا صايم، ده الكنيسة كلها صايمة، هو انا بس اللي صايم؟ ده الشعب كله صايم. خدت بالك؟ لا تجد حرج انك انت اذا سئلت، يعني واخدين بالكم؟ وهكذا في سفر الاعمال يا احبائي نجد ان امتلأ بعد ما ارتفع العريس بقى بعد صعود السيد المسيح للسماء، امتلأ بالاصوام، وكان الصوم والصلاة كانت مقدمة للامتلاء من الروح القدس. وروح الكنيسة أنها تدعونا إلى الصوم والصلاة لكي نمتلئ من الروح القدس ونتغذى على كلمة ربنا، وده أفضل حاجة نتغذى عليها، زي ما قال لنا السيد المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فكان التلاميذ بيصوموا لما يكرزوا بالبشارة في بلد ما جديدة، يعني أو إذا مر أحدهم بمحنة أو أزمة كنيسة تصوم من أجله، أو كانوا هيقوموا برشامة أحد منهم، أو هيخرجوا في رحلة تبشيرية، كانوا يكرسوا أصوام خاصة لهذه المناسبات. وهكذا أحبائي الكنيسة بتاخد مرجعية الصوم من الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد،
ومن تقليد الكنيسة أيضا. إزاي؟ لأن الكنيسة عاشت على الأصوام حتى قبل أن يكتب العهد الجديد. يعني الكنيسة بعد صعود المسيح كانت عايشة على الكرازة الشفوية لحد ما كتب أول إنجيل، بعد كده بفترة بـ30 سنة لحد آخر إنجيل كتب إنجيل يوحنا بفترة طويلة بـ60 سنة وهكذا. فالكنيسة مارست الصوم قبل حتى أن يكتب العهد الجديد. والدسقولية، كتاب الدسقولية ده أحبائي كتاب مهم قوي، هو تعليم الآباء الرسل، اسمه كده الدسقولية تعليم الآباء الرسل. وتشوف بقى وصايا الآباء الرسل، تجد فيه صوم الأربع والجمعة. تقول لي احنا جبنا الصوم الأربع والجمعة ده منين؟ أهو في الدسقولية موجود مسجل. وصوم الأربعين المقدسة اللي احنا ابتديناه موجود في الدسقولية، واخدين بالكم؟ صوم الجمعة بنصوم عشان المسيح صلب في هذا اليوم، فنشارك المسيح في صليبه بالصوم. يوم الأربع ده اليوم اللي مضى فيه واحد وخان السيد المسيح وسلمه، فنصوم اعتراضا على هذه الخيانة، وعشان نشدد أنفسنا لألا أحد منا يسقط في خيانة مماثلة. فالأصوام كلها نسميها درجة أولى لأنها من أقدم الأصوام في الكنيسة، اللي هي صوم الأربع والجمعة وصوم الأربعين المقدسة، واخدين بالكم؟ ولكن عبر الأجيال أضيفت بعض الأصوام في مناسبتها، يعني مثلا زي صوم الآباء الرسل، وإحنا برضو يعني محتاجين لهذا الصوم عشان نكمل كرازة الآباء الرسل ونكمل رسالتهم. هم بشروا للعالم وإحنا مدعوين إن إحنا كمان نقوم بالكرازة والبشارة بالمسيح في هذا العالم. صوم الميلاد، صوم الميلاد ده بيفكرنا بالأربعين يوم اللي صامها موسى النبي على الجبل عشان ياخد كلمة ربنا المكتوبة بأصبع الله لوحي الشريعة، وإحنا بنصوم استعداداً عشان نتقبل كلمة الله المتجسد الآتي إلى العالم. بعد كده برامون الغطاس. فكرة البرامون، كلمة برامون يعني استعداد، اليوم اللي يسبق العيد سواء عيد الميلاد أو عيد الغطاس، فنستقبل العيد بالصوم وبالصلاة. صوم العذراء صاموه الآباء الرسل لما أبشرهم توما بأنه شاف جسد السيدة العذراء صاعد للسماء، فحبوا هم كمان يتمتعوا بهذه الرؤية الجميلة، فصاموا 15 يوم حتى كشف لهم ربنا هذا المنظر وشافوا جسد الست العذراء صاعد إلى السماء واحتفلوا بهذا العيد الجميل. لكن الصوم الكبير اللي ابتديناه النهاردة ده أول وأهم وأقدم الأصوام في الكنيسة، وبيليه أسبوع الألام، وقبليه أسبوع الاستعداد اللي احنا فيه. الأسبوع الأولاني ده نسميه أسبوع الاستعداد، وده إيه سببه؟ إن الآباء الكنيسة كانوا يوم يعني يصوموا الصوم الكبير بالانقطاع وبالمطانيات ما عدا السبت والحد. ليه السبت وليه الحد؟ الحد طبعا عشان القيامة، عشان عيد، ما ينفعش نعمل فيه مطانيات وننقطع وكده. السبت احتراما لشريعة العهد القديم، فكانوا الآباء في الكنيسة يحسوا يعني يشعروا انهم يا ما استطعموش بالصيام، وهو يعني ما بينقطعش وهو ما بيعملش مطانيات كده هوت يعني. فجمعوا السبوت بتاعت الصيام كلها وصاموا أسبوع الاستعداد ده بدل السبوت بتاعت أسابيع الصوم الكبير. طب تقول لي ما عملوش كده في الحد اللي يقولك لا، الحد ده لا يستبدل، مش ممكن. يوم الحد ده له قداسة خاصة جدا وله أهمية في الكنيسة، ما ينفعش نستبدله بأي حاجة. خدت بالكم؟ هو ده بقى المعنى الجميل للصوم في كنيستنا القبطية، إن بتبقى فيها نغمة نسكية جميلة رهبانية حلوة كده، فيها شجة وليها روحانية خاصة في قلوب المؤمنين. والكنيسة تعتبر الصوم ده زي شهر عسل بين المؤمن وبين المسيح، بين الكنيسة وبين المسيح. وفيه الكنيسة بتبقى مخصصة بس للسيد المسيح وتترفع عن العالم وكل ما فيه.
ولكن لا تعتبر الكنيسة عقوبة، ولا تعتبر أمر، ولا فرض، ولا اضطرار، ولكن هو محبة. نحن نصوم لأننا نحب الله ونقدم له أجسادنا ذبيحة، ونشتاق للحياة السماوية اللي ما فيهاش أكل ولا شرب ولكن فيها حياة روحانية. وزي ما أشرنا قبل كده أن فكرة الصوم هو الأكل النباتي، ودي كانت حياة الإنسان قبل السقوط، واخدين بالكم؟ فالإنسان لما سقط ابتدى يشتغل في الأرض، خد العقوبة وخرج من الفردوس، وابتدى يحرث ويزرع في الأرض ويأكل من الأرض ويعيش على الأرض، وفي الآخر لما حياته تنتهي يدفنوه في الأرض. فحياته ارتبطت بالأرض، بقت حياة أرضية، واخدين بالكم؟ بس السيد المسيح لما جه حب يرفع الإنسان، قال لنا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ما ترطبوش نفسكم بالأرض، دي مش أصلكم، دي مش أنتوا مش من هنا، أنتوا سماويين، أنتوا معدين لحياة أسمى وأعلى من هذه الحياة المادية الأرضية. عشان كده الكنيسة بتعلمنا الصوم عشان نرجع لحياة آدم قبل السقوط، نعيش الحياة الفردوسية الأولى اللي كان عايش فيها أبونا آدم، وتذوقنا مذاقة الحياة الأبدية. عشان كده دي فلسفة الصوم، إن الكنيسة تدعونا إلى حياة سماوية مقدسة تملأ قلوبنا بالأشواق للحياة الأبدية. والكنيسة حددت الصوم وادته معاني خاصة، لكن سابت فيه مجال للحرية. شوفوا إزاي، شوف الحكمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أولاً فترة الانقطاع، الصوم في مفهوم الكنيسة هو الانقطاع، فترة وبعدين الإنسان بيأكل أطعمة نباتية. فترة الانقطاع دي بقى الكنيسة تركت حريتها لكل فرد على قد ما يقدر، على قد إرشاد أب اعترافه، ياخد إرشاد من أبونا يقدر ينقطع قد إيه. اللي ما يقدرش ينقطع مثلا لحد الساعة 3 ينقطع لحد الساعة 2، الساعة 1، الساعة 12، على قد ما يقدر، الساعة 10، على قد ما يقدر، على قد طاقته وإمكانياته وطبيعة عمله وطبيعة حياته. لكن الموضوع مش بالأمر، مش بالساعة، وبنقعد نستنى أنا هاكل الساعة كام، هو هنقدر ناكل الساعة كام؟ لا، مش ده المقصود. من يعني المحبة أهم من الصوم، لأن الصوم أساسه المحبة، واخدين بالكم؟ وبعدين يعني لو أنت يعني صمت ولقيت نفسك بقيت عصبي وبقيت نرفز وبقيت تتخلق وبقيت بتغلط، ما ينفعش، ما مش طريقة، ما يجيش. يعني متهيألي أنت لو يعني لو 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 تاكل لقمة ومتبقاش عصبي أحسن، مش بالحرف مثلا. او لو انت مثلا صمت وبعدين لقيت نفسك مش قادر تركز، مش قادر تصلي، مش قادر تشتغل، ما ينفعش. كل لقمه وركز واشتغل وصلي وخليك قوي. فالمحبه اهم من الصوم. واحنا طبعا مش بنقلل من النظام اللي حطته الكنيسه، لكن يعني الصوم على قدر ما نستطيع، والا هنبقى حرفيين. الراجل الفريسي لما دخل يصلي وعمال يشكر ربنا ان هو بيصوم، يفتخر بصومه، ربنا ما قبلش صلاته. قبل صلاة مين؟ العشار اللي واقف يقرع صدره. وربما العشار ده ما كانش بيصوم، لكن باتضاع وانكسار كده يصلي ويخبط على صدره، ربنا قبل صلواته. فالصوم هو مجال للتوبة، لان الانسان في الصوم بيتضع امام الله ويغذي روحه بدل ما يهتم باموره الجسدية. ايضا في نقطه هامه في الصوم اللي هي الاعتكاف. يقول كده يقيل النبي: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، الى اخر هذه الايه الجميله. يعني فالاعتكاف معناها الخلوه، الهدوء، والهدوء والخلوه والسكينه تخليك تشعر انك قريب من ربنا اكتر، وربنا يبقى قريب من قلبك اكتر. لكن لو واحد مثلا
مشغول جدا، وبعدين راح صام، وبعدين مش فاضي يقعد مع نفسه، طب ايه الفايده؟ ما هو الهدف من الصوم انك تخلو مع نفسك وتفكر في ربنا شويه وبتاع، مش مجرد تغير الاكل، مش تغيير الاكل. تقولي طب اجيب وقت منين؟ حلو قوي السؤال ده. يعني توفر شويه وقت من اللي بتقضيهم على الفيسبوك، واللي بتقضيهم في المجاملات والزيارات والدردشه والحكايات والتليفونات والتلفزيونات، تختصر الحاجات دي في الصيام وتقضيها مع ربنا افيد لك. وفي الصوم ننفذ كل ما يطلبه الله منا، فنترك الخطيه ونرفع اصوام ونعمل اعمال الرحمه. كان الصوم يا احبائي هو منهج ابائنا القديسين. قالوا اقوال جميله جدا عن الصوم. يقولوا: من يمسك نفسه عن الطعام، من لا يمسك نفسه عن الطعام لا يستطيع أن يمسك لسانه، والذي لا يعرف أن يمسك لسانه لا يعرف أن يضبط عقله أو فكره، وبالتالي لا يمكن أن يضبط نفسه. من يأكل بغير حساب يتكلم بدون حساب ويفكر من غير حساب. الباب الضيق أحد معانيه هو ألا تأكل بشراهة، ولا تأكل كما تشاء وفي أي وقت. كلما تضيق على نفسك تكون في الطريق السليم، وكلما توسعها على نفسك لا تهتم بالصوم وتقول يعني هو ده ربنا رب قلوب، يعني هو ربنا هيشوفني كلت ايه ولا ما كلتش ايه. لا، هو ربنا برضو عايزك تصوم. كلام مش مسيحي، حكاية ربنا رب قلوب دي مش تبعنا على فكرة، خدوا بالكم. نقطة برضو هامة في الصيام هو الخفاء. الخفاء، احذروا من الرياء في الصوم. اوعى تبقى صايم وحابب تحكي انت صايم ازاي، ولا عملت كم مطانية زيادة، ولا قريت كم جزء في الانجيل زيادة، ولا ده ساعات بقى السيدات مثلا ايه تتباهى انها بتعرف تعمل اكل صيامي جميل، ده الصيام جميل، ده الصيام حلو. طبعا الصيام حلو مش بالاكل، الصيام حلو بالروحانية بتاعته، واخدين بالكم؟ فالصوم في الفكر المسيحي هو محبة الله، وهو رحمة بالآخرين، واخدين بالكم؟ لأن احنا في الكنيسة كلنا جسد واحد. أنا أسعدني الأسبوعين اللي فاتوا لما عملنا المشروع بتاع اليد الممدودة، وجمعنا بعض التقدمات لإخواتنا الأحباء في مصر اللي هم الكنيسة بتهتم بيهم لسد احتياجاتهم من الأغذية الكاملة، يعني الأطفال أو السيدات الحوامل اللي بيعانوا من نقص في التغذية وبيجي لهم أمراض وتشوهات يعني. فالإعلان اللي أعلناه غطينا في أسبوع واحد، غطينا كل المشروع اللي كنا عملناه، لدرجة إن احنا الأسبوع اللي بعديه كررناه مرة تانية، ووجدنا نعمة وبركة خاصة، والناس حست بالبركة إنها تقدم. وأسعدني أيضا في مجموعة شباب نشطاء اسمهم ماما ماجي، جروب اسمه ماما ماجي كده، هو شباب من الجيل الثاني برضو عملوا أكسي وجمعوا تبرعات اسم الصليب يعني. وسألتهم التبرعات دي جبتوها منين؟ قالوا كلها من الشباب الصغيرين. فأسعدني جدا أني أشوف الشبان الصغيرين يعني بيحبوا ربنا وبيحبوا اخواتهم الغلابه وبيقدموا وكشفوا نفسهم ان هم معاهم فلوس برضه، يعني هم مش فالصوم المقدس في الكتاب عباره عن احساس بالاخر، زي ما قال سفر اشعياء: ان تكسر للجائع خبزك. انانيه الانسان والكبرياء اخطر حاجه تعطل خلاصه وحياته الابديه، ولكن في الصوم تعرف تفكر في الآخرين. وعشان كده المديحة الجميلة بتاعت الصوم الكبير اللي هي إيه؟ طوبى للرحمة إيه؟ على المساكين، واخدين بالكم؟ وإن الواحد يفكر في إنسان آخر، يعني أنت صايم بمزاجك، ممكن هو يكون صايم يا عيني مش لاقي أكل غصب عنه، ضعيف، محتاج إن إحنا نمد إيدينا ليه. وهكذا أحبائي، الصوم له فوائد روحية كثيرة. يعطي استنارة لما يبقى الجسم خفيف في الصوم،
الإنسان يقدر يتحكم في غرائزه وفي مشاعره ويستنير عقله ويمتلئ بالأفكار الروحانية، وتبقى صلواته خارجة من القلب، ويبقى بيتعزى بالروح القدس ويمتلئ بالفرح وبالشبع وبكل ثمر الروح القدس. ربنا يقبل أصوامكم وصلواتكم. كل عام وانتم طيبين. إلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد.